دي احلى واسرع وصفة رز بلبن ممكن تتخيلوها. وصفة سهلة جدا جدا. لكيلو لبن هنحتاج 1 كوباية كبيرة من اللبن البارد وكريم شانتيه. انا هنا بستخدم دريم اللي هو بيبقى كريم شانتيه محلاه، ومعلقة كبيرة نشا ذرة. بندوب المعلقة الكبيرة دي في كوباية اللبن الباردة كويس قوي، ونتأكد ان كل النشا دابت في اللبن. نتأكد ان كله داب، وبعدين هنحط 2 كبار من الكريم شانتيه. ده تقريبا 1/2 كيس الكريم شانتيه دريم. نقلب كويس قوي. نتأكد ان كله داب. دلوقتي هنغلي اللبن وبعد ما يغلي هنطفي عليه، وهو سخن هنضيف كمية الرز اللي احنا هنستخدمها في الوصفة. انا الكيلو لبن بستخدم من 1/4 كوباية رز، من 3/4 كوباية رز لكوباية رز، على حسب انتوا بتحبوا رز كتير او رز قليل. 3/4 كوباية كويس قوي، ولو حد بيحب رز كتير يبقى 1 كوباية. طبعا الرز بيكون مغسول. بعد ما اكون طفيت على اللبن بحط الرز في اللبن وبسيبه حوالي 1.5 ساعة منقوع والنار مطفية. بعد ما يعدي 1.5 ساعة بولع على اللبن على نار عالية وبسوي فيها الرز، وبعد كده بضيف السكر وبقلب كويس قوي. بعد ما اكون حسيت ان الرز قرب يستوي، بصوا حبيت الرز قد ايه لسه مستواش، بقلب كويس قوي. وبعديها بشوية برجع اقلب تاني واشوف الرز قرب يستوي او لا. لسه شوية. دلوقتي بضيف 1 كوباية اللبن اللي ضفت لها النشا والكريم شانتيه، وبقلب كويس جدا. انا في المرحلة دي بعد ما اكون سبت الرز يستوي حوالي 15 دقيقة على نار هادية، قربت تقريبا من السوى اللي انا عايزاه للرز، بس لسه قوام الرز بلبن ما تقلش. بفضل اقلب اقلب عشان مفيش اي حاجة تتحرق مني من تحت، لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ضروري جدا ان انا اقلب. انا تقريبا قربت اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا كده وصلت للقوام اللي انا عايزاه. هبتدي ان انا احط الرز بلبن في البوليت بتاعتي اللي هقدم فيها. بوزعهم معلقة معلقة على كل كوباية عشان اتأكد، او كل طبق عشان اتأكد ان الكمية متوزعة بشكل متساوي. وبعد ما بحط الرز بلبن في البوليت، ممكن كمان اضيف عليها من على الوش كارمل صوص. وكده تبقى عندنا وصفة دولشي ديليتشي. في الفيديو الجاي ان شاء الله هعمل لكم وصفة الكارمل صوص، وصفة سهلة جدا جدا وب3 مكونات بس. هيبقى عندكم احلى كارمل صوص ممكن تتخيلوه. دي اسهل واسرع طريقة للرز بلبن. ولو عايزين الرز بلبن يبقى ليه وش زي اللي بنشتريه من بره بالظبط، ممكن نغطي كل كوباية او كل طبق او بولة بستريتش وندخلها التلاجة. هيطلع الوش معانا وهتبقى تحفة.